طيب الآن راح نتكلم على جزئية أخرى من هذا الشابتر، والذي يتكلم على أنا ممكن باستخدام الجدول حق اللابلاس، لو قلت لكم فيه له مجموعة من التيبلز، مجموعة من الجداول اللي نحفظها أو التحويلات، أنا ممكن استخدم هذا الجدول لإيجاد قيم لتكاملات محدودة، محدود التكامل المحدد. كيف؟ عن طريق الصيغة هذه، يقول لك إي أس سالبا بي، إي أس سالب بي تي، إذا حطيت الفونكشن عندي في التايم دومين تمام، بشرط اني اعرف قيمة البي واعرف قيمة الاي، فانا ممكن ايش اكامل مباشرة. فمثلا يعني مثلا لو جاء قال لك الان، لاحظوا معايا، قلت لك جيب لي طبعا بهذه الصيغة، هذه صيغة التكامل عشان ايش اعوض بها في اللابلاس. لاحظوا معايا، جاء لو قال لك جيب لي تكامل من صفر الى ما لا نهاية، لاحظوا معايا، اي أس سالب 2 تي مضروبة في 1 ناقصا كوساين 3 تي دي تي. طيب هو بيقول لك الآن استخدم اللابلاس ترانسفورم عشان تحل هذا التكامل. أحتاج أجيب حاجتين، البي والأي. دائما الأي هو معامل التي اللي يكون جوا الفانكشن اف اوف تي، هو معامل التي مع الدالة اللي هي الدالة اللي هي اف اوف تي، حلو. والبي هو الاس تبع الاي، لكن مو الاس، يعني خلينا اكتب لكم اياها، بي هو الرقم تبع الأس تمام، تبع الأس حق الإكسبونينشيال اللي مضروب في التي، يعني هذا هو لكن بعكس الإشارة، هذا هو البي لكن بعكس الإشارة. أوكي واضح. فكل ما تشوف أنت قيمة الإكسبونينشيال الأس حق إيش المضروبة التي، خذ بعكسه هو البي. أما اللي عندك في الفونكشن اف اوف تي هذه المضروبة جنب هذا الإيوس سالب بي تي، دائما يكون عندك ايش المعامل التي هو ايش هو الاي تمام. فلاحظ معايا انت لو تروح لي الجدول حق اللابلاس، حتشوف عندك انه هذا الشكل 1 ناقص كوسين اي تي يعطيك هذا الشكل. طيب تعال طلع لي الاي والبي. الاي هنا في هذا السؤال الاي يساوي 3، والبي تاخذ ايش عكس اشارة المعامل حق الاكسبونينشال حق المعامل التي، البي يساوي 2. عوض مباشرة في القانون هذا يطلع مع قيمة التكامل بس. تعال ناخذ امثلة بالمثال اتضح المقال، يلا شوفوا. قال لك باستخدام لابلاس ترانسفورم حل المعادلة التفاضل، اسئلة شاملة على المعادلات التفاضلية اللي هي حل التكامل باستخدام اللابلاس. اعطاك المعادلة التفاضلية هذه، واعطاك الانيشال كونديشن واي نوت ايكوال 0، واي نوت ايكوال 3 اسف. نبدأ نحل زي ما تعلمنا. لاحظوا معايا خطوة رقم 1، الواي نوت في اللابلاس ايش عبارة عن ايش؟ واي في بي اس 1 ناقصا واي نوت ناقص تحويلة اللابلاس للواي، طبعا هنا يعطيك واي كابيتال، يساوي لاحظ معايا تحويلة ال الاي كالتالي. اول شيء الاثنين هذا ثابت الطرف اليمين، الاي تحويلة عبارة عن ايش؟ بسط ومقام، في البسط 1 على المقام بي، واعكس واخذ ايش ناقص معامل التي، معامل التي هنا يعني هنا اي في، يعني هنا لاحظوا معايا في الـ في الـ في, الـ في الـ هذا كلام اي اس تي، اللي جنب الواحد يساوي 1 لانه ايش مكتوب فيه 1، خذ عكس اشارته هو موجب فيكون بالسالب ناقص 1، حلو. فطبيعي لاحظوا الاثنين حيطلع في البصل، فيصل عندك 2 على بي ناقص اي، مظبوط. عارفين كيف نحول؟ الخطوه اللي بعدها او على الواي نوت بالمقيم معطيني اياها 3، فيصل عندك واي كابيتال في البي ناقص 3 ناقص واي يساوي 2 على بي ناقص 1.
اي حد لا يحتوي على واي كابيتال ودي الطرف الاخر معكس الاشاره، ودي الطرف الاخر معكس الاشاره، يبقى عندي واي بي ناقص واي يساوي 2 على بي ناقص 1 زائد 3. اسحب الواي عامل مشترك، عندك واي ها في بي ناقص 1 يساوي 2 على بي ناقص 1 زائد 3. تبغى الواي قسم على بي ناقص 1 في الطرفين، يصير عندك الواي تساوي 2 على، كان عندك هنا قوس 1 وجاله كمان قوس 1، صار عندك بي ناقص 1 تربيع زائد 3 على بي ناقص 1. هذا الامر واضح حد الان هنا، شوفوا مكتوبه هنا اوكي. وصلت هنا الان لازم اجيب ايش، اجيب ايش باستخدام الانفيرس، ارجع لايش لايش التي دومين. الواي كابيتال تصير واي سمول يساوي، لاحظ معايا بي ناقصا واحد، لا تلخبطوا لما يكون عندك جوا تخيل مثلا بي تربيع زائد اي تربيع، هذا ايش الحلو بقانون. لكن شوف هنا تعالوا عشان ناخذ القوس، ناخذ القوس اللي ما فيه له ايش اس هذا، او ناخذ الترم هذا، هذا كيف نجيب الانفيرس تبعه؟ لاحظ معايا هيركزوا، اول شيء الثلاثة مضروبة في واحد على بي ناقص واحد، صح؟ هو كأنه كذا. طيب الثلاثة زي ما هي، هذا الشكل يعطيك ايش؟ شكل اي، بس عندك اي اس اكس، اكس الاشارة هذه اي اس ايش؟ واحد تي، مظبوط؟ انتهينا من ده. اما هذا لاحظوا معايا، هذا شوفوا كيف، اول شيء اثنين في واحد على بي ناقص واحد تربيع، هذا كيف؟ هلاحظوا معايا هذا حيكون هنا بي ناقص واحد تربيع، هذا حيكون كالتالي، شوفوا هذا يعطيك الصيغة هذه تي أس كي في إي أس سالب إي في تي. حلو، أول شيء نمسح هذه. طيب هنا واحد، هذه الصيغة من الجدول تلقوها، حيكون عندك لاحظ كده شوف، حيكون عندك حيكون التالي اثنين ضرب اوكي. خذ هذا اول شيء الشيفت اي اس اعكس اشارة العدد اللي ناقل في جوة الجدول، سالب واحد يعطيك ايش واحد، يصير موجب واحد اس تي يعني واحد تي، مظبوط؟ بعدين باقي هذا اللي هو بدون الشيفت، يعني كانك بتقول بدون الشيفت، اللي هو كانه بيقول لك واحد على بي تربيع، هذا على صيغة تي اس كي، مظبوط؟ وهنا وهذا هذا الاس اللي تحت هذا عبارة عن ايش؟ كي زائدا واحد، يعني هنا الكي كم؟ ما فهمت يا مصعب، اوضح لكم واحدة الان، هي لحد الامور واضحة هنا، شوفوا عشان لا تتلخبطوا وتشعتروا هنا، الناس حيقولوا مصعب انت ضيعتنا يمين يسار يمين يسار، ستيب باي ستيب. الان وصلت لهذا، هذه واضحة؟ طيب تعال نجيب الانفرس لهذا المقدار، هو ثلاثة على بي ناقص واحد، هذا كيف اجيب الانفرس تبعه؟ الانفرس تبعه الثلاثة يبقى زي ما هو مضروبة فيه واحد على بي ناقص واحد، هذا اي شكل هذا؟ هذا الشكل الثلاثة ينزل زي ما هو مضروبة، هذا اي اس اوكي. واشوف الاشارة اللي تحت هنا اذا كانت سالب يصير موجب اس تي، خلصنا من هذا المقدار. هذا المقدار لاحظ معايا، هذا كأنه شوفوا، هذا كأنه في كذا كلك عندك اثنين اوكي على بي تربيع، بعدين جاء عمل شيفتنج، عمل ايش؟ شيفتنج. فكيف تحلوا هذه؟ هيا شوفوا كيف، يعني كأنه هذا المقدار زي كذا، شوفوا اوضح لكم هنا، كأنه هذا المقدار زي كذا، شوفوا اول شيء، اول شيء نضرب نطلع الاثنين برا ونضربه في واحد على بي ناقص واحد تربيع، هنا الامور واضحه. طيب
هيا شوف كيف حسوي. أول شيء في شيفت عندي هنا جوا القوس صح؟ إذا كان عندك جوا القوس بي أس واحد ناقص عدد، فهذا شيفت كيف تجيبه؟ تقول إي أس واضرب في سالب هذا العدد، يعني العدد هنا ينضرب في عكس إشارته ناقص هذا العدد، أوكي؟ يعني تعكس الإشارة. فهنا عندك لاحظ معي اثنين مضروبة في الشيفت، عندك إي أس اعكس إشارة الشيفت، هنا سالب يعني الرقم اللي سالب صار موجب اثنين في أس تي. حلو؟ طيب انتهينا من الحد كامل، باقي يعني أنا الآن كأني مو وش كنا نسوي إحنا في الشيفت، كنا نقول واحد على بي تربيع صح؟ بعدين يسوي شول شيل كل بي أوكي وحط مكانه قوس وإيش وعمل الشيفت. واضح؟ الشيفت كيف كنا نسوي؟ هو مثلا واحد على بي تربيع، إيش كنا نسوي؟ نقول في المقام افتح قوس تربيع بعدين نقول بي وحط الشيفت. واضح؟ فأنا برجع عكس الآن، أنا هذه الآن جبت هذه جبت الشيفت. حلو؟ الآن كأني بعتبر عندي واحد على بي تربيع، واحد على بي تربيع يا جماعة الخير هذا بيعطيك على صيغة اللي هو أذكركم بيها اللي هي يكون عندكم مضروبة الكي، امسح هذا خلاص، مضروبة الكي في بي أس كي بلس 1. هو كأنه معطيني هذا، تمام؟ كيف أوصل للصيغة؟ يعني هو لاحظ معايا دائما المقام زود عليه واحد، يعني كأنه عندك هنا لاحظوا معايا كأنه عندك الكي ساي واحد. حلو؟ وفوق في البص مضروب الواحد، يعني كأنه هو هنا قال لك إنه إيش مضروب الواحد على بي تربيع. ارجع لأصلها، هذه الأصلها في الجدول حيكون كالتالي تي أس إيش أس كي، الكي عندك كم بواحد؟ عندك تي أس واحد، فاهمين الفكرة؟ فعندك اثنين في إي أس تي ضرب تي، هذا الحد الثاني. واضح الفكرة؟ والحد اللي كلمنا عليه ثلاثة في أس تي، خلاص إذا صار عندك الجواب كالتالي. إذن الواي تساوي اثنين في تي في اي اس تي زائدا ثلاثة في اي اس تي، ممكن نسحب الاي اس تي عامل مشترك عندك اي اس تي، بقى عندك هنا اثنين تي من الحد الثاني زائد ثلاثة، انتهى الحل. تعالوا نحل المثال الثاني، يلا شوف المثال الثاني كيف برضو خفيف ظريف. قال لك حل معادلة تفاضلية التالي وأعطاك الواي نود الشرط الابتدائي الأول بواحد واي نود داش صفر. طيب يلا خطوة رقم واحد، واي دبل داش فيصل عندك بي تربيع في واي كابيتال ناقصا بي أس واحد في الواي نود ناقصا الواي داش نود. تحويلة الواي داش هذه بعدين نغير لون، نجي للواي هذه في تحويلة الواي سمول يعطيك واي كابيتال يساوي، نجي في الطرف اليمين تحويلة الساين تي تاخذ اول شيء في البسط معامل الزاوية حق تي يعطيك زاوية يساوي واحد على بي تربيع زائد اي تربيع، يعني زائد واحد تربيع يعني واحد. واضحة هنا؟ الآن لاحظ معايا اعوض عن الواي نود بقيمتها والواي نود داش بقيمتها، فيصير عندك هنا خطوة رقم اثنين البي تربيع واي ناقصا تعوض بالواي نود بواحد عندك ناقصا بي، اوكي لما تعوض بالواي نود داش بصير في المقدار ده راح هذا. واضح؟ لانه هنا الواي نود داش. طيب حلو، يساوي الطرف اليمين اللي هو عندكم واحدا على بي تربيع زائد واحد. خطوة اللي بعدها لاحظوا الحدود التي لا تحتوي على لاحظوا معايا لا تحتوي هنا عندكم دقيقة بس خلينا أشوف ثواني عشان التداخل بس في الخط هذا اللي مأثر عليا، خلينا نعيدها.
الواي دبل داش كيف قلنا نجيب، قلنا بي تربيع واي كابيتال ناقصا بي في الواي نوت ناقصا واي داش نوت زائدا تحويلة الواي تعطينا واي كابيتال ويساوي تحويلة الساين تعطيك واحدا على بي تربيع زائدا واحد. أنا أعوض عن كل واي نوت واي نوت داش بقيمتها الحد الأول ينزل زي ما هو بي كابيتال أو سوري بي في واي كابيتال ناقصا بي في الواي نوت الأولى بواحدة ناقصا بي. حلو. بعدين عندكم الحد الثالث واي نوت داش بصفر ناقصا صفر زائدا واي كابيتال يساوي الطرف اليمين واحدا على بي تربيع زائدا واحد. هي الأمور واضحة دحين. طيب هذا الحد فيه له واي كابيتال يكون هنا موجود، هذا الحد فيه له واي كابيتال يكون موجود. أودي هذا الطرف الآخر مع عكس الإشارة فيصير عندك بي كابيتال واي زائدا واي كابيتال يساوي واحدا على بي تربيع زائدا واحد، وجانب الطرف الآخر هذا المقدار ناقصا بي يصير زائدا بي. هذه خطوة واضحة. الآن لاحظوا معايا أسحب واي كابيتال العامل المشترك، صار عندك واي من هذا الحد بيجي بي زائد لما أخذت الواي هذا بيجي مكانها واحد يساوي واحدا على بي تربيع زائدا واحد زائدا بي. خطوة اللي بعدها أقسم على بي زائد واحد. لاحظوا معايا لما نقسم على بي زائد واحد هنا على هنا عندكم دقيقة أيوة حيكون عندكم لاحظوا معايا بي تربيع ولا إيش عندكم هنا دقيقة بي تربيع واي هنا معلش بي تربيع واي ما انتبهت هنا بي تربيع واي فبقي عندك بي تربيع زائد واحد مظبوط واضحة هذه في التحويل حقت لابلاس اعتذر على الخطأ. طيب الآن نقسم على هذا هنا كان أس واحد هنا صار أس واحد فلما نقسمه يعني كان هذا بيجي في المقام فيصير أسهم اثنين فنجي نكتبها هنا مش مشكلة التداخل ده شوية متعبني. إذن الواي تساوي واحدا على هنا القوس أس واحد هنا القوس أس واحد عندك بي تربيع زائدا واحد تربيع زائدا بي على بي تربيع زائدا واحد قسمت على معامل واي كابيتال. حلو. الآن نعمل التحويلات حقت اللابلاس حقت الانفيرس نرجع ليش التي دومين الواي كابيتال يصير واي سمول تمام واضح. طيب سيبك من الخاص هذه كلها واضحة نمسح هذا عشان ايش اوضح لكم الحاجات هنا. لاحظوا معايا امسكوا الحد ده اول شيء هذا يعطيك كوساين كوساين معامل الزاوية حقت التي بواحد يعني كوساين تي مظبوط. هذا في القانون اللي قلت لكم عليه هذا هو فكيف نحوله تعالوا شوفوا يعني نقول اللي بنحول هذا فنقول عندك اتنين في هذا اي تربيع الايه طيب اي تكعيب واحد تكعيب واحد واحد مرفوع لي صحيح يعطينا ايش نفسه فعندك هنا اتنين في اتنين في واحد أس ثلاثة يعني بواحد على بي تربيع زائد واحد تربيع بواحد الكل تربيع هذا كأنه مكتوب كذا مظبوط. طيب الآن هذا لما ترجع الأصل يعطيك هذا المقدار أنت بتمشي من اليمين لليسار فكيف حيصير لاحظ معي حتقول ساين A الـ A بواحد يعني ساين T ناقصا الـ A بواحد يعني ناقصا T ضرب كوساين الـ A بواحد يعني كوساين T. طيب الآن هذا النص كيف جاء بكل بساطة شوف طالع معايا شوفوا معايا أنت الآن عندك هنا هذا المقدار لما جيت عوض بيطلع معاك اثنين صح؟ أقلبه مقلوب الاثنين يعني يصير عندك واحد هذا اثنين على واحد صح؟ مقلوب واحد على اثنين تيجي تضرب هنا كل القوس في ايش؟
في نص. فاكرين لما كنا نقول هنا فوق نرجع هنا الواحد على 8 كيف جات؟ الحين اقول لكم شوفوا، انا مو في هذه الحالة، انا عرفت انه الاي في هذا السؤال الاي باثنين صح؟ فتعال هنا عوض هنا، وانت عندك هذا 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 هذا, هذا الكسر اللي بتستخدمه. اول شيء لاحظ معايا هذا هنا، نجي نكتبه هنا، الاثنين هذا خليه ثابت برا ضرب. القانون فيه له اثنين في اي اس 3، يعني اثنين اس 3 على القوس اللي هو بي تربيع زايدا اثنين اس 2 يعطيك كم؟ 4 الكل تربيع. هيا شوف كيف بسطنا الكلام ذا. 2 اس 3 كم؟ 8، 8 في 2 16 حلو؟ 16، وعندك هنا 2 برا فتقول 2 وتقلب ناتج هذا اللي في البسط. 16 مقلوبها كم؟ 1 على 16. تضرب البسط مع البسط عندك 2 على 16 قسم على 2 فيها 1، 16 على 2 فيها كم؟ 8. عشان كذا ياخذ 1 ل 8، واضح؟ الناتج اللي في البسط 2 انت كعب خذه واقلبه. إذا كان في رقم برا اضربه في الرقم، إذا ما في رقم خلاص. واضح يا جماعة الخير؟ فنجي هنا وين رحنا؟ هنا عشان كذا جبنا هنا ايش؟ النص هذا، واضح؟ هذا ايش؟ هذا التحويل حق ذا، تحويل الكوساين عندنا الكوساين تي. خلاص اجي اجمعهم مع بعض، لاحظوا معايا اجي اقول لك الكلام ذا يساوي تحويلة الكوساين، صار عندك الكوساين تي زائد النص تحويلة الحد الثاني اللي هو 1 على بي تربيع زائد 1 يعطيك كم؟ ساين تي ناقص تي في كوساين تي. لاحظوا معايا انا ممكن ادخل النص هذا هنا وادخل النص هذا هنا، بعدين اسحب الكوساين عامل المشترك، فاهمين الفكرة؟ فلما ندخل النص نكتبها هنا صار عندك كوساين تي زائد النص ساين تي ناقصا نص كوساين تي. فكيت الأقواس. طيب لاحظ معايا هنا أيضا أنا عندي كوساين تي ناقصا نص كوساين تي، فأطرح واحد ناقص نص أعطيك إيش؟ نص. أوكي، أو بمعنى آخر ممكن أسحب الكوساين على المشترك، أخذ كوساين تي مشترك بقي لي من الحد الأول هذا 1، من هنا بقي عندي هنا في تي كمان ما ننسى، بقي عندي من هنا تي ناقص تي على 2 صح؟ ناقصا تي على 2 زايدا هذا المقدار نص ساين تي، صار عندك زايدا نص ساين تي، وهذا هو الجواب. واضح ان شاء الله يا جماعه الخير؟ طيب نروح للمسائل التكامل. مسائل التكامل البسيطه، اشوف قيمه البي وقيمه الاي ونشوف ايش اللي يكافئه فيه اللابلاس ونعوض مباشره، مع الانتباه انه قيمه البي تؤخذ من ايش؟ من الحد هذا اللي هو اي اس، وقيمه الاي تؤخذ من هذا الحد. طيب قيمه البي قلنا دائما الاس اللي مع التي هذا عكس الاشاره، سالب 2 يعطيك 2 اوكي، والاي تكون في الداله هذه اللي معامل التي الاي ب3 حلو. باقي الان التحويله، تحويله الساين 3 تي كلابلاس، الساين قلنا بسطه مقام في المقام بي تربيع زائدا تربيع ايش؟ معامل التي 3 تربيع كم يعطيك؟ 9 حلو. في البسط حيكون عندك معامل ايش؟ التي زي ما هو اللي هو كم؟ 3 حلو. الان تعال اذا هذا التكامل يساوي، لاحظوا معايا 3 على قيمة البي عندك كم؟ 2، فصار عندك 2 اس 2 زائدا 9، او يطلع معك الجواب يساوي 3 على 13. واضح ان شاء الله؟ بسيط التكاملات. ايش السؤال اللي بعده؟ قال لك تكامل من صفر لما لا نهاية T
تي اي اس سالبا تي ساين 5 تي. لاحظ معي اول شيء البي يؤخذ من هذا المقدار الاي، اوكي البي يؤخذ من هذا المقدار مظبوط. البي عندك هو بواحد. طيب الاي يؤخذ، ركزوا معايا، يؤخذ من الدالة اللي هنا هذه، هذه عبارة عن ساين اي في تي، فالاي عندك بكم؟ 5. واحد يقول مصاب طيب التي هذه، التي هذه ما فيها اي، فهمت الفكرة؟ الان اروح الجدول حق اللابلاس القى انه تحويل التي ساين اي تي يعطيك هذا المقدار. عندي قيمة الاي 5، قيمة البي بواحد، عوض مباشر يطلع معايا هذا الجواب. طيب تعال ناخذ المثال الثاني. جاء قال هنا تكامل من صفر لما لا نهاية تي اس 5 في يو سالب 2 تي. يلا أول شيء لاحظوا معي، نجيب البي، البي يؤخذ من الإكسبوننشال، الألوس حقه الإكسبوننشال، ناخذ معامل التي، معامل إيش؟ الجنب التي لكن بعكس الإشارة، سالب 2 عندك البي ب 2. حلو؟ طيب هنا أنت ما عندك إيه؟ هنا تيجي الآن نجيب التحويل لذا المقدار. تي أس 5 هو على صيغة تي أس كي في الجدول، لو كان يكون عندك تذكركم باللابلاس حقه مضروب الكي على بي أس كي بلس 1. فهنا الكي أس 5 فيصير عندك تي، أوكي حيكون عندكم مضروب الخمسة، يعني في البسط مضروب الخمسة على بي أس 5 زائد يعطيك بي أس 6. واضح؟ يلا يساوي مضروب الخمسة عبارة عن 5 في 4 في 3 في 2 في 1 على البي. عندنا قلنا البي بكم؟ ب 2، يصير عندك 2 أس 6. دخلت الألوان على بعض. هنا يساوي مضروب الخمسة عبارة عن 5 في 4 في 3 في 2 في 1 على بي. البي قلنا بي بكم؟ ب 2، عندك 2 أس 6. بالله حيطلع معاكم هذا الجواب. واضح إن شاء الله؟ طيب أوقف هنا، أكمل في الفيديو القادم موضوع اسمه الكونفلوشن.